ماشي بسرعة يا شباب، جيبوا الشاي يلا بسرعة. لو سمحتوا جيبوا الشاي. سيدي بدي اغطس بأبريق الشاي، بدي اسبح بمسبح فيه شاي. سيدي شئت للشاي كتير. والله يا رجان تعرف شو بدنا كمان؟ يا ريت لو عنا شيء خفيف ناكله لأني جوعان شوي. اي والله معك حق، معك حق سيدي، انا ميت من الجوع. اي والله وانا كمان يا سيدي، عن جد جوعان كتير. سيدي بصراحة أكل الندوة ما رح يشبعنا. ها شو جاي عبالك أستاذ يشار؟ لحمة الخروف من إيدين يشار سيدي. لحمة من الصبح؟ سيدي هاي اللحمة فيك تاكليها إمتى ما كان. ها دخيل الله. سيدي شو بدنا ناكل هلأ مشان الله؟ شوية جبنة مشوية ولا شوية لبنة وزيتون ومربى مثلاً؟ مو جبنة قديمة محمضة؟ لأنه ما فينا ناكل هالأكل على طول. أنا برأيي يا يشار إنه ساحة التدريب بالسكنة منشلف لك فيها بقرتين وخروفين وأنت بتربيهم، مو منيح هيك؟ والله فكرة حلوة سيدي النقي. يحلى وبرك إلهي. أهلين ابني، تفضل. سيدي. يا عيني. شلون شوفوا هالشوفة؟ مثل ما بدي بالضبط، والله ما بعرف شو بدي أقول. يا ريتني تمنيت شي مليون دولار. لك شو هالوليمة يا جماعة؟ شو هادي اللي حطيته؟ ايه لا هلا صار الشاي بالمرتبة الثانية. هدول من وين ابني؟ سيدي في زلمة اختيار جابوا. زلمة اختيار؟ يعني جايبهم إلنا؟ لا سيدي مو بس إلكن، كل اللي بالكافيتيريا عم ياكلوا كمان. قال إنه الجنود لازم يتغذوا منيح، جابهم لإلنا كلنا. صحة وهنا سيدي. شكرا جانير، شكرا. شو هالزلمة الطيب؟ حلو كتير، خبز تازة كمان، جبنة بيضة ولحمة ولبن. يا شباب أقولكم جانير كان عم يقول على جدي اختيار. شفت طلبت اللحمة وجيت. بظن إني بعرفه لهالزلمة الختيار. حسن ما هي مجموعة أجوز. انتبه. استرح استرح. شايفين مثل ما توقعت. مساء الخير يا أولاد. جدي ميت أهلا وسهلا. أهلا فيك يا أبني حبيبي. تفضل جدي تفضل. يلا ارتاح. أهلا وسهلا سيد حسن. شكرا لكم. عدوا يا جماعة. ميت أهلا وسهلا جدو حسن، انبسطنا بشوفتك. شكرا لك. شرفتنا جدو حسن. شكرا بنتي. أهلا وسهلا جدو. شكرا لكم، تسلموا لي. منيح إني شفتكم بخير. ليش ما بلشتوا أكل لسه؟ يلا يا أولاد يلا بلشوا أكل. يلا سيادة العميد تفضلي. سيد حسن حاب يعزمكم، الجنود بالبوابة قالوا لي إنه إجا وأنا حبيت أعملكم مفاجأة. جدو حسن عن جد شكرا لك، انبسطنا عن جد بشوفتك بهالأكلات الطيبة. أنا ما عملت شي يا ابني، يا ريت لو فيني أعمل أكتر من هيك من شانكن ما بقصر. بصراحة أنا ما عاد فيني استنى، بدي آكل. يلا يا شباب. والله وأنا ما عرفت. يلا يلا بلشوا أكل. يلا صحة وعافية يا شباب. أنا رح صبه وخلوني آخذ. أنا من الأول شاطر يا أخي. والله ريحتك شاي. يشار بيقدر ياكل خروف لحاله جده. يا لطيف شو جوعان. والله وأنا. بيعرف كل شقفة بالخروف وبيطبخ كل شقفة بطريقة شكل. حلو كثير، برافو يا شار. ليك مو طيبين، ها لا حدا يقرب. هات يا اخي العميد، اماني ما تواخذينا كثير طيبة، مبينين كانه اول مرة بيشوفوا. ولا حدا ياكل، ما حدا ياكل. شو طلعتوا جوعانين اكثر مني؟ والله كثير طيبين. يا لطيف شو اناني. اعطيني شوكة من عندك. يعني اللي بشوفكم كيف عم تعطوا اكل لبعض ما بيقول انتم كنتوا عم تحاربوا سوا امبارح. لك جدي انت ما اكلت شيء، كلك شيء لقمة. لا ابني انا دقت من كل شيء لما كنت عم حضر لكم اياهم، بس فيني اشرب شوية لبن معكم إذا يشار. معك حايف جدي أصلا يشار مو شاطر غير بهالشغلات. هات عنا. اتفضل جدو، عنا بالضيعة بيسموا اللبن كاتيك. أوه وبضيعتي بيقولوا عنه آرتي، هيك بيسموه. آرتي حلو كتير. اسمعني يشار، العيران بالعادة مشروب الفقير، بس لازم ما تستخفيه بالمرة. ومن قرون كانوا يضيفوا للضيوف بكل بيوت التركية حوالين العالم، لكان والعيران كان بيبل قلوب المسافرين. ومو بس هيك، العيران كان رفيق العمال. ايه سيدي، قصدي يا اولاد بتعرفوا كيف تحموا وطننا؟
بدي أسألكم، الوطن بيعني البلد؟ يا ترى هو الأرض ولا الحدود؟ أكيد كل هدول، بس بالحقيقة العيران هو وطننا. هذا العيران بالنسبة إلي مثل الخبز ومثل النقش بالسجاد، واللون اللي بيميز القماشة التركية. إيه والله، ومثل الخرز الزرقاء المعلقة على أبوابنا. خد هي. شكرا، بس أنا ما بلبس هيك شغلات. يسلموا. ايه لا تتصفنوا ببعض هيك. ها يلا لشوف، كلوا. انا حبيت. وانت كمان بطلة، كلي، لازم تتغذي منيح. شكرا جدو حسن. العيران عن جد كتير ظريف، بس الشاي كمان لا يقول عليه بصراحة. صحة وهنا. سمعتوا؟ قال الخرز الزرقاء. يا شار ذكرني هلا اشوف خاطرك برا. حاضر سيدي النقيب. سيدي هي لك، تفضل. شكرا لك. سيدي اجانا اتصال من مركز العمليات. تمام، حاجي فورا، فيك تروح. ابني انت اكلت؟ ايه اكلت عمي، شكرا لك. ماشي، صحة وهنا. عالبة. الف عافية. يلا كملوا. سيد حسن انت لطيف كتير عن جد، شكرا لك، يسلم ايديك. ما في داعي للشكر ابدا، يا ريت لو بقدر اعمل اكثر. يلا بالاذن، مع السلامة. شوفكم بعدين يا رجال، صحة وعوافية. شكرا. ارتاحوا يا مؤدبين. سيدي فينا نكمل اكل؟ على اساس ناطر قراري. جدي شكراً كتير لإلك، والله شبعنا كتير. صح وهنا يا ابني، بس هالأكل ما بيكفي لجنود البواسل. طيب. شوف لإلك، رح أجيب لكم مثل هالسفرة مرة تانية، أنا حكيت مع الشباب. يشار أنت محظوظ. لك أنا خليت محظوظ. مو طبيعي يا اليشار. جدي أخذ الأوامر من المقر، فشو رأيكم بهالأوامر؟ موافقين عليها ولا لا؟ أكيد سيدي النقيب. صح وهنا. يشار ليك، خذ هدول إلك. ولما وصلت طائرة الهليكوبتر كانوا هالجنديان وميسي ميتين من التعب، بس طلعوا منها. لازم نرجع قبل ما يوصل الفريق. يا جيتو أرهان انتوا روحوا من اليسار وباقي الشباب يجوا معي، يلا بسرعة.
يشار أوكان انتوا عايشين الحمد لله على سلامتكم اخواتي امنوهم نشكر الله قلوا لي فيكم شيء ها وضعكم منيح نحن مناح سيدي شكرا لك ايه نحن مناح الارهابيين موزعين على اكثر من محور ونحن لازم نتحرك باسرع وقت فورا يلا غطي يلا روح يلا يا جيت غطي اليسار تيمور عندك الميمنة أرجان عمل لي نقطة إشغال أورهان النقيب كران ليك خلفه كران ليك خلف العدو وقفوا النار كرن ليك خلف العدو وقفوا النار أورهان أورهان تيمور الساعة 9 اتصال قريب أورهان تيمور بكرر الساعة 9 اتصال قريب غطوني لألكون سنان 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 انصاب أورهان غطينا انت بخير سنان سنان انصاب تراجعوا بسرعة اطمن وانا سنان وضعك منيح ولا لا؟ الإصابة بكتفي يا سيدي اطمن أنا منيح المكان ما نو آمن بتنفذوا انسحاب كيفي والكل باتجاه الحوامة مباشرة ميسي تعا يا ولد تعا يلا حبيبي بدنا نطلع سنان يلا بترجاك قوم واحد اثنين ثلاثة يلا ميسي خلصنا هلا مو وقت اللعب تعال هون يلا يلا حبيبي تعال عندي يلا تعال ولك بتعرف شغلة انت تعبت من الاكل والله انت اكلت كل المعلبات ما بتقول لا للاكل ما فيك ابدا امشي يلا بسرعة بسرعة اتحركوا بسرعة يا جيد خليك عم تغطي تمام لا توقف يلا اخواتي يلا بسرعة طلعوا 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 تحركوا طلع طلع بسرعة انا بغطي سنان طمني عن جرحى متحمل الوجع؟ ايه أنا منيح سيدي ما تخاف صغيرة يا وحش بتمر صابته رصاصة واحدة بس هو منيح ميسي يا حبيب قلبي ميسي بترجاك لا تموت نحن طلعنا من جهنم عايشين الله يخليك لا تتركني يلا ميسي نحن طلعنا من جهنم عايشين الكلب عم ينزف ما ضل شيء لحتى خليهم يتفقدوا جرحه بسرعة خليهم يحاولوا يعالجوه ميسي لا بسرعة. تتركني خليك معي ما بقدر عايش بكفي بترجاك سيدي ميسي شد حيلك شو بدي أعمل بلاك لا تتركني
بترجاك ميسي، بترجاك شد حيلك، لا تروح هيك. آخ يا ميسي يا قلبي، انت بطلي ميسي، والله انت اسد مو كلب. الله يوفقك، بس تحمل شوي لبين ما نوصل، لا تتركني. ميسي خليك معي، الله يوفقك. وكان راح ميسي. في احاسيس ما بتنكتب حتى لو حبينا نكتبها. وقت كان رفيقه ميسي عم ينازع وينزف بحضن صاحبه يا شعب، لأول مرة هالجنديين حسوا بشعور بشع وندموا كتير لأنهم طلعوا عايشين. وكان موت البطل ميسي منقذ لأرواحهم مرة تانية. ما قدروا يعملوا شيء أبداً. كل اللي قدروا عليه بهداك الوقت إنه يغنوا له نشيد الأبطال لما كانت روحه عم تطير لفوق على السماء. الوقت خلص يا تارا، وينهن؟ ماني شايف شي، لا هليكوبتر ولا جنود ولا شي ابدا. مو شايف في هالهدوء؟ وهالهدوء هاد ابشع شي بالحياه يا تارا. لسوء الحظ أنا الكائن البشري الوحيد هون. فيك تقولي عني الناجي الوحيد. شوفي يا بنت، هلأ بعد شوي رح تمشي. رح تمشي ورح تتعودي على الهدوء، لأنه وقتها ما عاد رح تسمعي شي تاني غيره. ايه بدي شوفهن وانبسطوا هن عم يموتوا. يلا لشوف. شو اللي عم يصير؟ شو هالصوت هاد؟ ها؟ شبك عم تطلع فيني هيك؟ روح شوف شو عم يصير. يلا لك، منين اجوا هدول الخيول؟ هدول احصيني شاردي، احصيني هرباني يا لي. شو هربانين كلهم؟ تفقدن منيح. يلا لي، ما في هون شي، خيول وبس. اها خاب أملك ما هي؟ ها؟ شو توقعتي؟ فكرتي الأتراك حيجوا بخيولهم وسيوفهم مشان ينقذوكي أنت يعني؟ ها؟ شو؟ شوفي، لا تتوقعي، يعني أحسن لك مشان ما يخيب أملك. لا ما كيف هيك؟ أمي سددي على الحبال، الكل لازم يتحرر وما بدي غلط. حاضر سيدي النقيب، مفهوم. أوغوز، العتمة حوالينا. اسحبوا الأسلحة الثقيلة كلياتها، واسحبوا الرشاش. يلا اقتلوهم كلياتهم، بدي الكل يموتوا. لا you
مجموعة. لاقولي هداك الواطي بسرعة. يلا اهدوا لا تخافوا، نحن جنود أتراك. من وين راح الواطي؟ راح من هالناح. راح من هنيك، القائد تبعهم راح من هنيك. يا جيت أمن المكان فورا. لا تخاف، صرتوا بأمان. قالوا لي عنك انك ناقوس الموت، صح الحكي؟ ها جاوبوا لك. ها انت ناقوس الموت سيدي؟ ها جاوبني، انت ناقوس الموت ما هيك؟ احكي لك، احكي، انت اللي عم تقتل البشر ما هيك؟ ها سيدي؟ ها شهد سيدي. بالاول لازم نستجوبه، لا تتهور. سيدي شحطوا له الواطي. قوم قوم. امشي امشي قدامي. مجموعة أوغوز بتجهزوا حالكم، بدنا نخلي من هون، بتنطفوا الفوضى هي كلها. أوكان جيب لي كرسي لهالحيوان واربطه منيح منشان ما يرفس. حاضر سيدي. قوم تجمعوا كل شي بتلاقوه مفيد إلنا، كل شي ممكن نحتاجه جيبوه، استعجلوا. حاضر. يلا شباب همي همي. أمرك سيدي. يشار تعال عندي.